بينضم لنا الآن كابتن أحمد فوزي للحديث عن حراس المرمى. ألف مبروك كابتن أحمد. الله يبارك في حضرتك. بقالنا كتير ما شفناكش يا أبو أحمد. الحمد لله. تصدق من بقالنا ساعتين كده اللي حصل. الحمد لله طبعا على النتيجة والأداء مش وحش، بس يعني الحمد لله في العموم الحمد لله على المكسب أهم حاجة. كان لازم نصعد النهائي، ما ينفعش نهائي السوبر يتلعب من غير النادي الأهلي، ولا جماهيريا ولا 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 تنظيميا ولا ماديا. السوبر هيزعل كمان. أيوه بالظبط، السوبر ذات نفسه هيلعب. صح والله. يعني المباراة إلى حد ما فيها تفوق وتألق من محمد بسام، ويمكن زي ما حضرتك قلت هو راكب علينا أو محظوظ علينا، فهو فعلا عمل جيم كويس جدا للأمانة. الشناوي لحد قبل ما يخرج كان هايل، حتى شوبير لما نزل كان 10 على 10. بس أنا عايز أوضح حاجة، يوم 4/11/23 كانت آخر ظهور لمصطفى شوبير في مباراة المقاولين. بعد مباراة المقاولين كانت مباراة سيراميكا، وأنا كنت واقف هنا في مكاني ده، قلت لحضرتك يا كابتن أتمنى إن شوبير كان يلعب المباراة دي كمان، عشان خاطر لازم يكمل ولازم رجليه تبقى في الملعب أكتر. مباراة واحدة أو مباراتين أو ثلاث مباريات مش هيفرقوا على الشناوي في تواجده في الأهلي أو في منتخب مصر، فكان لازم شوبير ياخد عشان لحظة زي دي. أعتقد كان باين جدا من أول كورة الشناوي لعبها، أو هنمشي بالترتيب مع الحالات وهنشوف إن الشناوي فعلا حاسس من الأول خالص إن هو في مشكلة في رجليه. هو اشتكى منها في بطولة كأس العالم للأندية. هو كان واضح إنه قبل ما ينزل إن هي مجهدة، وبدليل إن هو حتى لما الدكتور نزل له وطلع قال شوبير كمل تسخين كمل تسخين. يعني هو حط برضه بيحط نفسه تحت ريسك انه او لا. انا كنت اتمنى انه من اول خالص من اول واحده كان طلع يا كابتن على طول وريح دماغه وريحنا، لان كده بالظبط كده هتاخد وقت اكبر في العلاج من انه كان يطلع بعد اول سبرنت، انه عمل بعديه سبرنت تاني وخلاص حس انه مش قادر، فدي هتبقى مشكله اكبر. ونتمنى انه ما يطلعش تمزق ويكون بس شد، ويا رب يطلع شد ان شاء الله. ادي رقم واحد، نبتدي بالحالات ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. في الدقيقه 7 و13 ثانيه، وانا هربطها ليه بالشد بتاع الشناوي. نبتدي في الدقيقه 7 و13 ثانيه ونشوف كره، كانت كره طوليه والشناوي طلع غطى على خط ال 18، ولكن من بدري شويه. الكره اهي، الشناوي طالع بدري، ده دليل على انه كان لسه في الاول. الكره اللي بعديها على طول، انا جايبها عشان اربطها باللي بعديها. اللي بعديها بقى بص هنا، الشناوي طالع، مش هو امكانيات الشناوي اللي في الوضع ده بيبقى في قلب الكوره بسرعته، لا هو ابتدى يهدى شويه. معلش هاتها لي تاني. الكوره من بعيد او باينه وكل حاجه، عقبال ما خد القرار بتاع الجري الطبيعي ان الشناوي يروح وياخد ويتزحلق ويبقى الكوره دي بتاعته ويريح ياسر ابراهيم، انما عشان هو مش سليم 100%. تفتكر من الكوره دي يا فوزي جاله الشد في دي؟ ممكن ممكن. بص يا كابتن، هو شد ما جالوش في السبرنت اللي هو بتاع الصده اللي جايه، يعني في صده هيصدها اللي هي انفراد، مش هي دي. انا اعتقد بتاع زلاكا، اعتقد ان الشد في الكوره دي. هنا هرجع هو تاني، هو طالع بقى. هو طالع، بس انا هرجع برضو يا كابتن ثانيه واحده، ارجع في الكوره دي معلش من الاول خالص. وقف، لما اقول لك اقف اقف، اول ما يظهر الشناوي اقف، اول ما يظهر اقف، لحد دلوقتي الشناوي ما ظهرش، اظهر هنا بس. بص بقى يا كابتن، الكوره فين؟ والشناوي خايف يطلع تاني. بمعنى الشناوي ما طلعش غير خلاص بقى اللي هو ايه؟ دي 15 مفيش امل، لازم يطلع. انما الطبيعي في كره زي دي الشناوي اصلا كان يبقى واقف على السكس يارده، والكره ساعه ما تطلع من الراجل كان يبقى في قلبه بدري جدا جدا جدا، انما هو عشان حاسس ان عنده مشكله في رجليه وانه مش قادر يجري ابتدى ياخد القرار من متاخر خالص، وفي الكره دي تحديدا حس انه خلاص مش قادر يكمل. فطبعا انا بتكلم على انه الانفراد هايل، بس انا بقول لحضرتك ان هو مش سليم حتى حس بيها في اللعبه دي. لا ده انت لو معلش ارجع لي تاني وشوف لا يعني معلش ارجع لي تاني بس في الكوره عشان اوريك ده الاسبرنت بتاع الشناوي ولا مش ده الاسبرنت بتاع الشناوي. امشي معايا واحده واحده بقى بالراحه بالراحه. بص الشناوي حتى وهو طالع عمل تراي من بعيد، الطبيعي انه يكمل جري لحد الكوره. يعني هو كان حاسس بيها قبل كده. بالظبط مظبوط بالظبط. عشان كده زي ما بقول لحضرتك الشد اللي عند الشناوي مش من النهارده خالص خالص. لا هو قديم، وكنت اتمنى طالما كده كده انت مريح الناس كلها، ما فيش فرق بين مصطفى والشناوي. الشناوي خبرات اكبر، ولكن كان يدي شوبير من الاول، وما نحطش الشناوي انه لا قدر الله يحصل له حاجه تقعد فتره كبيره. احنا لسه عندنا نهائي، ولسه هو عنده منتخب مصر، يوم 14 اعتقد اول مباراه مصر او 15 محتاجة. فطبعا صحيح. مصر كلها محتاجاه. كنت اتمنى ان ما يبقاش ده تغيير، انما دي طبعا تصدي هايل من الشناوي عشان نديله حقه للامانه. هنا بقى التغيير بتاع الشناوي، انا شايف انه كان يطلع بعد دي على طول يا كابتن، يعني ما يستناش خلاص، هو حس بدي كان لازم يطلع دلوقتي.
كان لازم يطلع تاني وقت. هو بعدها قعد خمس دقايق، والخمس دقايق دول ممكن يكلفوه وقت اكتر، يعني يزودوه في العلاج وقت اكتر لو لا قدر الله وشد، حتى هي رجليه حمراء من ورا وباين جدا ان لا قدر الله في تورم. يعني معلش ارجع الصوره دي تاني واحده واحده معايا، ارجع، لا ارجع، ارجع كما ارجع، تعال ارجع لي. ايوه بس من اول هنا، بص يا كابتن ثبت بقى هنا، شايف الاحمرار؟ الاحمرار في العضله ده يدل على ان العضله سخنه جدا، وان العضله حصل فيها جزء من التمزق وابتدى يحصل تورم وإديمة، حاجه اسمها إديمة. إديمة يعني ان الدم يبقى موجود بزياده في الحته دي، ده معناه ان في مشكله في العضله في الجزء ده. فكنت اتمنى ان ما يحصلش كل ده وما نوصلش للمرحله دي. نرجع للمباراه ونشوف الدقيقه 37 و50 ثانيه، وكرة التصدي لمحمد بسام من تاو، اللي قلنا قبل المباراه يا كابتن ستوب ماشي، انا قلنا قبل المباراه بسام بيعتمد على جسمه، فوانت رايح له حط بعيد عنه. انما للاسف هنا تاو حطها في رجله، يعني في اي حته تانية ابعد شويه، اي حته، او في الضيقه، لو لان التاو ما بصش على الجول، هو ما بصش. بس يا كابتن دي خبرات يا كابتن، ده راجل يعني لازم، وهي جايه له يلمح الجول. لا يا كابتن لمح، لا شاف، لا شاف يا كابتن. بص حضرتك لو شفت الكوره، هو بص على بسام. ايوه طب ما هو عشان بص على بسام لازم يحط في الضيقه بعيد عن رجله خالص، يعني اهو خلاص الدنيا سهله، بسام طلع له بيتحرك، انما هو حطها في رجله. هو طبعا في بدله، بسام برده مال، بسام قفل، طلع كويس قوي، بسام عشان طلع وقفل عليه الزاويه أفل. تمام، بس لو كان لعبها بدل شويه وحته بعيده كانت جنبه من رجله، يعني حته بعيده فاتح برضه، حتى لو فتح في رجليه يا كابتن، لو حته بعيده على الارض هتخش، او اقوى من كده، مش يوصل، او اقوى من كده، انا معاك تماما. بس ده التصرف هنا، بس هنا طبعا الكره دي هي اللي هتيجي فيه جول. ارجع تاني معلش، معلش ارجع لي تاني، ارجع لي، بص الكره دي، وخلينا في اخر كره في المباراه، هي بالظبط اللي هتيجي فيه جول. هنا طلع رجليه بره وقدر يتعامل مع الكره برجليه. الجول لما جه كان ممكن يطلع رجليه، مع تغيير اتجاهها كان ممكن يطلع رجليه اليمين ويطلع الكره. بس انا بقول هنا التصرف هنا هاي، بس ما عملوش في اخر في كره الهدف، والحمد لله انه ما عملوش. دي بقى دي ما حدش يعني مش كتير هياخد باله ان شوبير لمس، شوبير لمس وعشان تشوف حضرتك لمس منين، فيها عاده من ورا، دي مش هتبين برضو قوي، لا في واحده بقى من ورا ايده هتبقى في الكوره برضو، مش دي اللي هتبين، اللي هتبين من ورا من هنا، وهو ثبت لي بقى الكوره فوق ايده. بص يا كابتن اللمسه دي اللي خلت الكوره تيجي في العرض. تاني معلش ارجع تاني، ايوه بس امشي معايا، بس لا ارجع يعني كمان سنه، مصطفى انقذ هدف حقيقي، شوبير بقى اطراف صوابعه، بس طراطيف صوابعه اللي لمست دي خلت الكره تعلى شويه وتيجي في العرض، تضرب في العرض لو ما لمسش الكره جول. هدف حقيقي الحقيقه شوبير، كلنا لا انا بس يعني خلي بالك، معظم المحللين معظم الناس ما شافتش الكره جت في العرض على طول، احنا فاكرين ان الكره دي جت في العرض على طول، انما الطبيعي ايه، احنا تخيلنا، احنا كلنا شفناها كده. لا يا كابتن انا بقى باحساس حارس البلبه كنت متاكد انه لمس، وقعدت ادور على الاعادات لحد ما جبت دي عشان يعني عشان ااكد وباين للناس كلها ان لولا لمسه مصطفى شوبير الكره دي هدف محقق. عايز اسالك سؤال عن مصطفى شوبير، اتفضل يا كابتن. من اين له هذا؟ من اين هو؟ فجأة؟ لا هنا مصطفى شوبير ده حاجه تانية خالص. لا لا مصطفى شوبير من هو عنده 12 سنه وهو كده، اسال كابتن عادل عبد الرحمن عليه. منين الوجود ده والهدوء ده والرسو ده والرؤيه دي؟ بص هقول لك على حاجه، من انا متابعه من الماتشات الناشئين وعادل معايا بيقف تحت في الجول بين ثلاث خشبات وحش. تمام كنا بنتكلم على الحاجات اللي بتيجي بعرضيه وحاجات كده ومش لا اتحسن فيها كتير ما شاء الله، الله اكبر. يعني انا فجاه بس كده، والكباتن كلهم سالوا النهارده، شوبير اتطور بشكل غير عادي، اكيد بينزل المباراه كانه امبارح كان بيلعب خمس ست ماتشات. دي بقى الحاجه الوحيده اللي عند شوبير عند مصطفى بنسبه 150%، الشخصيه القويه والثبات الانفعالي. صحيح دي احسن حاجه فيه. يعني انت ممكن تكلمني عليه في الكوره، انما تكلمني عليه في الشخصيه، هو من احسن الشخصيات اللي حضرتك ممكن تتعامل معاها داخل الملعب وخارج الملعب. عنده ثبات حضرتك عارف بس يمكن الجمهور ما يعرفش، فاحنا ده على فكره يعتمد عليه كشخص، يعني ما تخافش، انا ما تخافش عليه خالص النقطه دي، انا عشان كده فتحت النقطه دي. تمام هو كابتن في الناحيه الشخصيه من اهم صفات الحارس انه يبقى قائد. بس انت فضلك. جبت الكره انه لمسها ازاي؟ هو حس بيها، بيقول لك احساس، ما هي سريعه، انت حسيتها شافها من الزاويه بس الخلفية. انا حسيت كحارس، فقعدت ادور لحد ما اتاكدت انها جت في ايده فعلا، هي جت في ايده فعلا، بس مش ملاحظ حاجه ان مصطفى شوبير ما ادالهاش، يعني ايه فضل واقف على رجله. في اجوان كتير يعملوها كتير ويطير. ايوه بالظبط،
عشان يحسس الناس انه جابها. الله يرحمك يا كابتن سامي. فدي كويسه يعني. الله يرحمك يا كابتن سامي. كابتن سامي الله يرحمه. الله يرحمه. كان نفس الاداء بالظبط. سبحان الله. كده المدرسه يعني السهوله البساطه. ده الطبيعي يعني. ما يزودهاش. لا لا هو في الحاجات دي كان بيعمل كده واعتقد مصطفى طلع له في الحته دي بالظبط. انا فاكر له الكره اللي هو بتاعت الفاينل بتاع افريقيا اللي مسكها من على الخط دي اللي موتتنا كلنا اللي هي مسكها كده. كان فاول واتشط في زاويته وثبات في ساعات. دي من الحاجات بقى من شخصيته. بس هو شخصيته هو عنده ثبات انفعالي غير طبيعي يا كابتن بصراحه يعني. ولازم نديله حقه في الكره دي. الكره دي غيرت نتيجه المباراه. لو كان لدى هدف ده جه كنا هنتعب لان احنا النهارده كنا في الملعب تعبانين اصلا. طبعا فعلا الجهاز الثاني. فلازم اعتقد ان نديله حقه في الكره دي لان كان غير نتيجه المباراه. الكره اللي بعديها في الدقيقه 67 تصدي هايل من بسام وعايزين نبص على حركه رجليه كريم فؤاد. طبيعي انه يعملها. لا انا هات لي الكره من الاول معلش. وهنا بص بس استنى ثواني بس ارجع لي سنه عشان هتكلم على حاجه مهمه قوي. هنا بسام واقف كويس ماشي امشي وقف. اول ما يحرك رجله اليمين ويحطها قدامه وقف اشتغل. ايوه بس ستوب بس. هنا بسام عمل ايه بقى يا كابتن؟ هنا بسام عمل 2-1 بمعنى عمل زي ما الشناوي بيعمل. ايوه لا بس هقول لك حاجه يا كابتن احمد. ايوه اي حد ارجع لي معلش ثواني ارجع لي هوضح حاجه برجليه وبعدين نتكلم. اي حد في الكوره دي حركه رجليه. اي حد في الكوره دي هياخد رجله الشمال وبعدين يبتدي يحرك اليمين. صح كويس. فهيعمل ايه؟ 2 خطوتين ماشي. بسام عمل ايه يا كابتن؟ بسام خد واحده قطع بيها الاثنين عشان يقرب. ماشي. دي فرقت معاه وخلته قريب من الكوره عشان يقدر طب ممكن نجيب الصده؟ اتفضل. ماشي يا ريت نجيبها. ماشي. لا نجيبها. انا بتكلم على التحرك وبعدين نتكلم على انا معاك في التحرك. التحرك 10 20 على 10. لا خليني لا انا مش عايز قبل الصده بالظبط. تمام. قبل الصده بالظبط تعامل كريم. لا تعامل كريم بقى لازم يحطها تشيب. برافو عليك بس كده. لازم ماشي هو طبعا. انا بتكلم على الحراسه. انا ماليش دعوه بقى انت بتتكلم على السنايبر. انا وبلال قلنا كده يعني. انا ماليش دعوه على ماليش دعوه بس هي ممكن تكون المسافه ضيقه. بس انا معاك المسافه ضيقه بس هو استعجل. الراجل جاي مهاجمه والكره معديه وانت سابق كل حاجه. كنت يا اما تعمل تشيب يا اما تستناه يطلع بره اللعب وتلعبها. هو مش ناس حربه. خلي بالكم يعني. ماشي اوكي هو عشان جاي من الناحيه العكسيه كمان فهو حطها في سكته. انما انا هنا بتكلم على بسام وعايز اشيد بالتحرك اللي عمله ونقله رجليه اللي نقلها دي. مش اي حد ياخد باله لان نقله رجليه دي اثرت عليه الزمن وزودت عليه المساحه اللي هو قطعها فخلته يبقى قريب من الكوره عشان كده كان في قلب الحدث وقدر يتصدى للكوره. بس شالها كويس. هايله. شالها كويس جدا. هايله. صح. ما هو كابتن عشان ايه؟ عشان اثر الزمن. مزبوط. هتاثر الزمن خلاص انت كده وصلت للي انت عايزه. انت هتاثر يا زمن يا مساحه. فهو عمل الاثنين مع بعض. اثر الزمن على نفسه بدل ما ياخد خطوتين خطوه واحده مقصيه ضرب 2-1. ادي اخر حاجه بعد كده عشان نسيبكم تكملوا كلامكم عشان بس ناكد على حته الاوفرات. بص هنا مصطفى شوبير ده يمكن كان في مشكله بتواجهه زمان وحضراتكم اكيد عارفين انه في الحته دي. طبعا انت كبير طبعا كابتن شريف حد يقدر يتكلم. لا لسه كنت بكلمك عنها الحته دي. ايوه بالظبط. بص دي بقى هنا سهوله ويسر وطلع واستنى وعمل كل حاجه وركب. لو كان استنى اكتر من كده كان عمل مشكله لمحمد هاني. انما هنا عشان وجوده خلى اثر الدنيا ولم الدنيا كلها. في واحده خلي بالك كانت صعبه جدا الشوط الاول. تمام. لما هو نزل كانت كرة طويلة قوي وهو طلع بره ال 18 وللعبها برجليه على اساس ان هي بالظبط كده. لا هو احرف جون عندنا في النادي. لا هو احرف جون عملها كويس قوي وبعدين بيلعب بيمين وشمال. ما شاء الله مش عايزين نحسده. ما شاء الله خلاص كفايه كده كلام على اللي هي الطويله دي. كفايه كلام على مصطفى واقف عليها والراجل ضغط عليها وحملها بشماله كده لياسر ابراهيم وهو واقف. ايوه. اخر حاجه الهدف بقى عشان نختم احنا ونتكل على الله. نشوف الهدف مع بعض. هنا الهدف بسام كويس قوي. انا خليني نتابع مع بسام. ما بصش على الكوره. بص بسام واقف فيه كويس. صب ارجع سنه والكوره معاه. بس يعني قبل ما يلعب بسام كان لازم يبقى نص خطوه قدام. ليه وقفت رجله كده يا احمد؟ إيه؟ ليه خبطت الكوره في جت في واحد يعني. اللي خلاها غير الكوره لما غيرت اتجاهها. صح. في رجب نبيل خليته هو طالع على الشمال اهو الكوره جت على يمينه اتثبت خالص. مزبوط. بس انا بقى لو حصلت في الحارس عندنا هقول له اعمل حاجه مهمه جدا او في حته زي دي يقع على الارض ومفيش حد غير كريم فؤاد. انا هقطع بالعرض.
صح، اقفل بالعرض الجون كله. هتروح لكريم فؤاد همسك بايدي، هتروح في الجون هصد برجلي. احنا قلنا كده كان لازم ينام بالعرض، بس طبعا الحمد لله، كل ده الحمد لله. اللي هو عمله الشوط الاولاني اللي انا جبته اخر كوره اللي راح وشالها برجله الشمال، لو كان عملها كانت الكوره دي ما وصلتش المرمى، بس الحمد لله انه ما عملش. الكوره دي بطلها امام عاشور. طبعا امام عاشور من اول امبارح عمل كل حاجه في الكوره، وعدى من واحد واثنين وعمل بالعرض، وربنا كافئه عشان كده صراحه. طبعا ربنا كافئه عشان اللي عمله طول المباراه مش عشان الكوره دي. ما انا بقول لك النهارده ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظه ويبارك فيه. المهم الحمد لله على النتيجه، والحمد لله على وصولنا للنهائي يوم الخميس، وان شاء الله نتقابل يوم الخميس على خير ونرفع الكاس. مبروك كابتن احمد، ومتشكرين جدا، وعقبال الفاينل ان شاء الله باذن الله. شكرا يا كابتن احمد.